تداولت منصات التواصل مقاطع فيديو كثيرة لتساقط الثلوج في مناطق عدة من العراق، نبدأها من الأنبار مرورا بالموصل والسليمانية دهوك حتى في بعض المناطق من شمال غرب إيران. هناك مقاطع فيديو طريفة عفوية عبر من خلالها الناس عن فرحتهم بالرقص والغناء والتقاط الصور أو نشرها عبر حساباتهم الشخصية أو تصوير الثلوج بخاصية اللايف. ومن بين مقاطع الفيديو المصورة مقطع فيديو لفتاة ترقص وتتمايل غنجا على أنغام أغنية جميلة فرحا بالثلوج المتساقطة على جبال سفين في شقلاوة بأربيل. دوباره عمي شش عمي شش وبيك عمي والله يدش عمي هاي دوب عمي هذا شش عمي هاي سيح ليش شش لك دوب سيح عمي جهار لك هذي سيح لا سيح لا لك هاي كله سيح يلا لك هذي العين لك يا ريت الأبواب نسل يمانية وما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون ثلج مثل ما جاي تشوفون وذول الجماعة قاتلين هين يا أبو عبد الله. شلون ثلج ها فيديو مو بس مباشر ثلج هذا ثلج. إذن في الأنبار أيضا كانت هناك مقاطع فيديو مصورة للحظات هطول الثلوج والتي غطت المساحات والحدائق والشوارع والمنازل بردائها الأبيض، وأيضا عبر عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بهذه التغييرات المناخية التي جاءت إليهم وجلبت معها السعادة والفرح. حاليا 16/1/2022 الساعة 7:30 وفر ثلج في قضاء الرطبة محافظة الأنبار. سبحانك ربي سعبان المطر ما دروا بها لوفر ثلج على حالك سبحانك ربي سبحانك يا الله. في المقابل كانت هناك ردود أفعال وتعليقات كثيرة ونماذج مختلفة، منها اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات والبداية ستكون مع محمود النمراوي. يقول محمود في تعليقه عن هطول الثلوج: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أيضا تعليق من عز الدين المحمدي، يقول عز الدين المحمدي في تعليقه أو محمود النمراوي اللهم عز الدين المحمدي: بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، إن شاء الله تبشر بخير الأمور بإذن الله تعالى، والبرد يقص قص والنفط ما يكفي، الله يساعد الفقرة بهذا البرد. تعليق آخر من شيروان قادر: آني كردي واتذكر أخوتنا النازحين بهذا البرد، خطية كان الله بعونهم، أتمنى يصير حملة نروح نقدم لهم المساعدة، نفط وغاز وبطانيات. يا أهل الخير إذا تسمعوني خلي نسوي هاي الحملة بسرعة قبل ما يروح ثلج. تعليق آخر من علاوي الشهر: أنا ما حد قاتلني غير هذا اللي يصور البنية اللي ترقص بالثلج من سيارته، على أي أساس وبأي حق تصور أعراض الناس بكيفك وتنشر؟ هسه تطلع هي ناشرتها على حسابها وطالع لايف وعادي الموضوع يومها، وأنا شكو حارق دمي قابل أختي. تعليق آخر من مصطفى جاسم يقول: أويلي عليهم دول اللي يلعبون دومنا بالثلج خربوني ضحك. صدق عبالك ما شايفين، بس والله الفرحة عند الكل لا توصف. وبنفس الوقت لازم ما ننسى الفقير اللي البرد صار قوي عليه المسكين وما عندهم صوبات أو نفط.